هكذا بدأت الجلسة بترحيب من قبل رئيس المجلس للحكومة إلى بيت اليمن الأول، ليصعد رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة منصة التحدث مبتدئا كلامه بلهجة شعر هو بعكسها لتعداد تكرارها في عدد من المحافل بأنه يمتلك القوة وليس ضعيفا، وهو ما خلق استياء بين الأعضاء. أقبل من أحد أي ساعة، أنا لست ضعيفا، أنا قوي، وأقول لكم هذا بصراحة. أقول لكم أنا ما عدل. لو سمحت الأخ محمد طيب. أنا ما أقول لكم أنتم محمد الأخ محمد يا أخ محمد طلبناك تلقي كلمة. القوة إنك قوي فإحنا معك، وإنك ضعيف إحنا نقويك. كمل خطبة. بدو خلينا نكمل. خلاص الواصل. أنا عبد. وزراء حكومة الوفاق ردوا على تساؤلات الأعضاء حول الاختلالات الأمنية والأزمات النفطية وغيرها من الأزمات التي يتكبدها المواطن من خلال خطاباتهم المطولة عن إنجازات لم يلمسها الشارع، فيما نفى وزير المالية أي عوائق أو ما أسماها بواقعة في وزارته التي صب زملائه من الوزراء جم غضبهم عليها. رغم أنه لا يوجد سؤال أو استجواب مرتبط بواقعة يخص وزارة المالية فيما قرأ هنا، أعضاء البرلمان جددوا مطالبتهم بسحب الثقة عن الحكومة، مؤكدين أن حضورها اليوم لم يأتي للرد وإنما لصرد إنجازات لم يراها الشارع الذي يحكي عكس ذلك، محددين يوم غد بالفاصل بعد الاستماع من الأعضاء حول ما جاءت به الحكومة. ما سمعت من الجانب الحكومي وردودها لا يقنعني بأن هذه الحكومة جادة. أنا سمعت من الجانب الحكومي الآن عبارة عن شرح لإنجازات هي في أرض الواقع غير موجودة. نسمع كثير من الوزراء عن إنجازاتهم ولم نسمع يعني ردود للاستجواب، وبالتالي أنا لدي الآن قناعة أكثر من أي وقت آخر بأنه يجب علينا في هذه اللحظة أن نعمل كمجلس نواب وكرئاسة الدولة من أجل تغيير هذه الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات. اليوم هو أكذبة، غدا سيكون الردود من المستجوبين أو التعقيب من المستجوبين والتبادل بينهم وبين الوزراء، فيوم الاستجواب الحقيقي هي يوم غدا عندما يتم هل هذا صح جاد وموضوعي وصحيح. ثانيا عندنا القضية الرئيسية التي هي القضية المشتقات النفطية والقضية الأمنية، هما مربط الفرس كما يقال، لأن المشتقات النفطية معتمد الدعم لعام 2013 وعام 2014. وزير المالية لم يصرف الربع الثالث من 2013 ولم يصرف الخمسة الأشهر الدعم من 2014. هنا أسئلة، هذه ميزانية غير قابلة للعب، موازنة عامة اعتمدت يجب أن يصرف، وأنا أعتقد أن هذه القضية المحورية التي تتهم اليوم دخلت إلى كل بيت. الملاحظ في الأمر هو عدم الاستماع من قبل بعض الأعضاء وانشغالهم بأشياء جانبية أو الرد على هواتفهم أثناء الاستماع للرد من الحكومة، وهو ما جعل رئيس المجلس يطالب الأعضاء بالاستماع لتساؤلاتهم أو رفع الجلسة. حضرت الحكومة لكنها لم تأتي بجديد وفق قول بعض الأعضاء الذين جددوا مطالبهم بسحب الثقة عنها، محددين يوم غد باليوم الفيصل للرد على ما أتت به الحكومة. يحل هادي اليمن اليوم.